سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع. المصحف القراءة من يوم القيامة، يقول الأخ، يقول الله تبارك وتعالى لحامل القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالسؤال: هل المراد بالقراءة والترتيل يقال للقارئ فقط أو للحافظ؟ ولا شك أن المسألة فيها القولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قالوا المراد به هنا من يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، لكن قول الجمهور، وهذا هو الذي أستريح إليه وفيه سعة وفيه رحمة، يقال لمن كان يرتل القرآن في الدنيا: رتل كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا. ولا يشترط الحفظ، إذ لو كان الحفظ واجبا لأثم كل من لم يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولا أعلم أن هناك من علمائنا من أوجب على الأمة كلها حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، بل بفضل الله عز وجل هذا واجب كفائي، هذا واجب كفائي وليس واجبا عينيا. يعني من إذا قام به البعض في الأمة سقط الإثم بفضل الله تبارك وتعالى عن بقية الأمة، هذا من رحمة الله جل وعلا. أذكر أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى كاملة، وهم الصحابة الذين كانوا مع رسول الله. فيقال لمن كان يقرأ القرآن: اقرأ يوم القيامة، لمن كان يرتل القرآن: رتل يوم القيامة. وأبشركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأبشركم بحديث رسول الله في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهل القرآن؟ يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، الذين كانوا يعملون به، هم ذو أهل القرآن الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان، وفي لفظ: أو حزقان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن.